بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تتحستون أي القواعد الأربعة تن أربعة مسرتات، ولله الحمد والمنة بتوفيق من الله عز وجل بزوح كفلتات رئينا لنا مالتيو كساب حجي أبتي مقدم نايت كتابنا زلنا مالتيو مهناتو تمقدم نقزاروسو عبي تمرتن عبي فائدة أن رخبو لون سلزخونا علماء نعو بزوح تنتانيتاتي بمو نت تنتانيتاتنا علماء دما إن رأنا لنا مالتيو كمتي أبتي زحالفة زدقسنا مالتيو تمن قدينا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء توحيد مخانو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من قدي ناي سيدنا إبراهيم كفتو لخمز اللومن كومون أبقزي نقهون مشاتونون دعانا خنقبر كلنا أبتي ملا ناي سيدنا إبراهيم قبرنا يا ربي لنا دماني دعا خم نقبرن أبتي رواية النسائي في اليوم والليلة زلو تقسنا نيرنا مالتيو مبقار عبادة وين عبادة تباهلو تقبالنا نخركب كاب شركي نتزع كخونا اللويلنا شرك انتدعى اللوخينو نحادة سراح لكع كمزي حادة سب انتدعى بديت أهارة سلاة سجيدو تقبالنا تيبولون كومو دماني أب عبادة شرك انتدعى اتيو دماني اتسراح تقبالنا تيبولون مالتيو. وإذن لابد من معرفة الشرك كم زين ترى أخوينو نايجد شرك انتايو كن فلت لنا كابو منتن كن دحنن كابو كن انلين مالتيو، لأنه لا نجاة إلا بالتوحيد. سبك دحن ترى أخوينو توحيد كحزالو، وأن صاحب الشرك إذا مات على شركه المغفرة منتفية عنه، هذا يستوجب النار. انت دعا حادثة أبشرك كله انت رأميته مغفرة رحمن ربي نخركب عدل يبولون أخي الوي مالتيو أبو الدنيا كله جن ولاكو شرك انت قبره ولاكو أب كفر انت دعا وديقو توبا يلون أب ربي انت رأى تمليسو أب توحيد كله انت رأميته، لكن كالي قد لتات ولا انتهالو بجكا شركي أب تحت مشيئة الله عز وجل يزخون. أبشرك كله انت رأميته جن مغفرة ربي كم زي ركب أبتزحل في قليزنا مالتيو. إذا كنت من أهل التوحيد أنه يتضمن أمرين، مؤلف رحمة الله عليه انتايلو انت دعا أب توحيد الله أخوين كاسني كلتا نقرات زحازئيلو الفرح والخوف، فرح حقوس كل وكالويلو انت دعا توحيد حاسك أخوين كا. الفرح أنك من الموحدين وممن نجاك الله من هذه الشبكة، شبكة الشرك عباي متساودية بزحات سبات دتفئتي عمالتيو زاسكي عتزيع أمو رب سبحانه وتعالى كابتم تموحيدين كقبر كان كله ازي نرب سبحانه وتعالى كتمسكنن كتحقو سنزلك عمالتيو. الثاني الخوف من الشرك، أب شركن خيت ودق دما أبزا شبك هذي أن خيت أتو دماني كتفرح على كمالتيو. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام له. شوف كابتو دعا قبر كله سيدنا إبراهيم سني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أو قيتاي أو فتاري يلو لمنو زي عد زي زهاجر زي عد سلام عد أمان قبر إخا أمون عين نولادين دماني كاب شركي حلونا أدحننا يلو مغنياتو يلو أب سنم عبادة خين ودق يلو ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أنت ربي قويتا يلو إذن أصنام زيئتن بزوح سبيان أطفئن أمو كابزي أصنام كابزي عبادة الأصنام أبو نخين ودق سني حلونا إخا يلو. إبراهيم التيميز تبهاله زي كابتم تابعين ينتايبل ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذا كان إبراهيم إمام الحنيفية خشي على نفسه وذريته من الوقوع في الشرك
فحينئذ لا بد من السعي في معرفة هذا الشرك. إن بأري إبراهيم عليه السلام كو فرحي أحديرو أن تربي نعاين نولادين نزرعين كابزي أسلام زحل ونكابلة إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم بعلو بإيدو نزوم أسلام سيروم كبك فرحي كاب أحدر نحنا دماني كنفرح لنا أن تربي كان من قد شركن نامن قد زمر شرك زمر رحن حلونا إلنا دعاء نقبر لنا مالتيو لأن الشرك دلت فيه أفهام وعقول مغنياتو زي شركزي بزوحات ولا تم لباما زبهالو عقالات زبهالوين تفيهم يوم مالتهم أبقو داينا شركي أب شرك ودي قوم يوم. فالواجب أن نعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة. أين أي شركي كاب كتاب كاب سنة ننفلتو مالتيو وأين أي رب سبحانه وتعالى أتنكي قوضو اللو أين أي رسول عليه الصلاة والسلام أتنكي قوموز اللو نخل فليتنا كنت انقق على النام على تيو مخنياتو الله سبحانه وتعالى بحفشوت راح يكون كاب شرك خلكلنا النبي عليه الصلاة والسلام بحفشوت راح يكون كاب شرك أتنك قمنا دلو مفصل دخانة أبشريعنا مجلس لزلو رب سبحانه وتعالى كابزي شرك زين خدحننا أزبنا أنا خنفلتون كن مهارون كمود ما رب سبحانه وتعالى كل من قال النام على تيو ولذلك تمؤلف انتايلو لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة له لعل رب سبحانه وتعالى زي ترجي مالتيو أن يخلصك أي ينجيك رب من تنك دحنك كابزا سكعت زي أيلو هذا مأخوذ من شبكة الصياد صياد البحر خيدو عساتها زقفولو شبكة يبهال مالتيو مغنياتو لأنها أحيانا تشتبك الأمور يختلط الأمور تقديات قلي قلي بفلاي أبشر كزلو بوتاتات قبور دلو عبادة القبور دلو أمود ماني نعود عيات زقور له سبات انت دعا أبو انت دعا زلو سبات تدعا خوينهم من الباش تقدر كدناقري خئليو أمو كمزين تدعا خوينو رب سبحانه وتعالى نخدحنكا بزوحات عقول نابزي شركزي سلزو ودقو رب سبحانه وتعالى كتلمنا لكا مغنياتو شرك انت دعا وديكاس محرز بحال يبولون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك زياء إن الله لا يغفر أن يشرك به تبل أب سورة النساء أب كلت تدقاقي ما لا مالتي أب مبل 48 آيان أب مبل 110 شدشت آيان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما له شركز قبر سب عبي بوقتا عبي حاسوتيو أمت إزالو مالتي مغنياتو خالق السماوات والأرض رب مخانون دافلت كاسني كميل كاموسو شركات قبرلو إذن افتراء عظيميو أب سورة النساء كومون أب مبل 110 شدشتن زلا تقدميتي أب مبل 48 آيالنا زي أب مبل 110 شدشتن تايلو ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شرك زقبر سب أب عبي تفقات أب عبي عنوتي زلو مالتيو إذن شركي عبي تفقات سلزخونة إذي شركزي انتا يكون فلتون كابو خنتن كغن ألنا مالتيو أن يشرك مالت شركي نبل كلنا كاب كله شرك الأكبر يكون شرك الأصغر إذي إتات كن ميميون كن فلتون يزلنا مالتيو ولذلك شرك الأكبر نخلو سرح كايزة بلاشو شرك الأصغر كنتاز سرح كايا سرح نعاية بلاشو الكامالتي ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بزعبة شرك الأصغر مستشرك الأكبر دتحوزو قدين تايو خلافها بعلماء اللو انتاي لهم علماء شرك الأكبر انتن أخوينو ايزي فلوتيو نخلو سرح كايا بلاشو الكا تقبال نتيب اللون طيب شرك الأصغر انتن أخوينو دماني نتاد سرح كايا سرح نعاية بلاشو الكا لكن اب شرك الأصغر دودق سبكني تحت مشيئة الله ديو زا شرك الأصغر زني تحت مشيئة الله دياس ولا يكونت دمان علماء اختلفوا مالتهم دبوزو علماء انتايبلو زا شرك الأصغر تحت مشيئة الله يكونت ناي قدن بزا شرك زي أزقبراسن ناي قدن كغطصعي مالتيو إذن إذن تايرد أنا مالتيو كل شرك خبالون كله
كن مالت كن فرحون كن تنققون رب سبحانه وتعالى كابو خدحننا كل منا لنا مالت. ولذلك شرك عبي خطر سلزخوني ربنا عز وجل بسورة الأعراف انتايلو إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أولا جنة نعو حرامية جنة زبهال تسفايا بلون ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مملسيون معقبئون أبحاو جهنميو. كومو دماني ربنا عز وجل زي أب سورة المائدة أزاز غرانيا أب سورة الأعراف مبل أربع آيات ماني انتايلو ربنا عز وجل مالت شركز قبر سب تسفان عدلين كم زي بولو نجنة مالتيو ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين له جمل بعين مرف كتحلو في تخيلني خا مستحيلي مالتيو. كومو دماني شركز قبر سب عدل يبولون فتسيم كان جنان خاتو مالتيو. ولذلك ربنا عز وجل إذ شرك زين تايلو سميو مالتيو ظلم عظيم يلو عبي عمز زبهال شركيو عمز انتايو انت رأيلكا أن تدع الشيء في غير موضعه نحادة نقر أبزي بوتو انت رأى غمتكايو ذليم كاتب بهال مالتيو تزعابي عمز تزعابي شرك انتايو انت رأيلكا ويتزعابي عمز اهنا انت رأيلكا شركيو مالتيو. ولذلك سيدنا لقمان نودمكم عدوان كله انتهي لمو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لمو شركي عبي عمج لمو مالتي. إذن بأري كم زمو ألف زبولو مالتي أهم ما عليك معرفة ذلك تزعابي كتفلت أزلك إذا قدينا شرك كتفلت ألك لعل الله أن يخلصك وينجيك منتن رب سبحانه وتعالى كدحنا كان أب شركه نخيت ودقد بعلتيه بقر بدحر يوز مؤلف عم انتي كيدو مالتيه أبتي القواعد الأربعة كند تدلين زلوا نابن كسرع قري مالتيه. لكن قد ميون تايلو مالتيه كمتي زتقسنا مالتيه النبي عليه الصلاة والسلام حزم ودموت من قدي من قدني أنبياء مخانو أنبياء دماني كلاتهم دماني كابز شرك زين خط انققون ناب توحيد كمار حقام دماتون أبوني أنبياء دماني سيدنا إبراهيم إذا عينت زي من قد خمزنا بارومن تقليت لنا مالتي كل زيتا لا إله إلا الله كن بالكلنا دماني انتايد حزيتيا كل عبادة بنزير بزيقبر بات المخانو إلا الله يعني تبحق كم الله زلوا تحق بحق عبادة زقب أدمان رب سبحانه وتعالى نعود رحم خانو من رجعات يا مس أجن تينو سخلا خلا جزي لا إله إلا الله مسبلنا وحده لا شريك له نبل معنو بتلا إله إلا الله نقول نتجنا لنا أزيد ما أنت مهلته تأكيد بعد التأكيد نتي توحيد غير كايد الله نتي كاب شركي أرحق أن زبل كايسني نعود تايت قبر الله مهلته زيادة ترجع جزءه الله مهلته بقري تن القواعد الأربعة تن أربعة مسرتات تي مؤلف نبعة كحل في مالتيو تقدمي تقاعدة نتايلو أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. توم النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوم زنبورو زت الأخوهم هزبي نساتهم يفلتون يروميهم الله سبحانه وتعالى خالق مخانو مدبر مخانو كل كنتاتني عالم زكايدو الله مخانو سي يفلتون يروم إزيقنا بإسلمنا آي تومن مالتيو نمنتا انترا الكا مخنياتو أب عبادة قبر خلو شرك سلز قبر مالتيو. ولذلك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله زكونو زمسحاتت كايم من وناني ناي تسمعلون ترئلون هبكم زلو كاب هوز زيبلو هوز فتر منين كان ترا حاتيت كايم كنتاتني عالم من يكايد ترا الك حاتيت كايم سني الله يخبل خايم فقل افلا تتقون انت دا الله تبل لكم كونكم سني نرب سبحانه وتعالى دا امودي تفرح وتباهلهم. اذا انت هنبلنا كبرى تحوات ازي حدا فطاري يلكا مالت رب سبحانه وتعالى سماين مريت كم زفطر مفلات نسي كون انت تدلي زلو مالت توحد كن بالكنا انت اذا
كاني نسوم فلتك هذا توحيد الربوبيه يبقى هالمالتي وهذا توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه نعباده نرب سبحانه وتعالى نبحته نخدجزا نعوي زجدده كمالتي مباري سماين مريتن فتره الله يلكان ترافليتك عباده خدجبر كل خدما نعون بحتي خا كتجزؤ زله كمالتي مبار تا قاعده الاولى كابتن اربعه مالتي ازي ايا ان شاء الله بتدمت تحستو خنجلص كلنا بذا القاعده الاولى نعا قرينا نعو كنتنتنا هنا مالتي ونسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه وان يرينا الحق حقا وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.